نبداو المباشر ديالنا هذا بالمهد نبداوه ب حكاية سيارة الشيري. كما قلنا اخوان نحسبو السيارة بسميك، شحال من سميك لازم باش تشري السيارة في الجزائر. السميك الجزائري يفيد ما يجيبش السميد. أنا حسب بعض الإخوان اللي بعث لي يقول لي بأنه سيارة شيري في أوروبا تتباع ب 13500 أورو. 13500 أورو في الجزائر يبيعوا فيها 200 مليون بزيادة. ألور 13500 أورو بالنسبة الواحد في فرنسا في أوروبا بصفة عامة يخلص 2000 أورو، ماشي حاجة. 2000 أورو في الشهر، أو قولوا أن كوبل دو سميكا، راجل ومرته يخلصوا سميك في زوج، سميك دوره 1200 1300 أورو في الشهر، في زوج يديروا 2600 قادرين نشريو سيارة شيري ب 13500 ونخلصوها فاسيليتي في البنك. في الجزائر 200 مليون اللي يخلص 2 ملايين، ونقولوا راجل ومرته يديو السميك في زوج يديو 4 ملايين، شحال لهم في بلورو على 13500، نروح نحسبها مع 150 أورو تولهم 300 يا سيدي، 300 أورو باش تخلص 13500، شحال يلزم لك من عام باش ترومبوسي، ولا باش تدخر ولا باش، يعني هذا 350 نقولو كيما تصرفو والو، كل واحد عاد شهري يدكم في زوج، بالمرة بعثتو شهري في زوج باش يختصوا باش يشيروا السيارة ب 13500 أورو، يعني يديروا 4 ملايين باش يلحقوا 200 مليون ما ياكلوا ما يشربوا، زوج شهرية تاع سميك حطوها في شي هبال هبال شي هبال، ويزيدوا يعذبوا الجزائري ويقولوا روح دير راشان 4 تاع الصباح واش تطيح وكدا. شوفوا يعني هذه حكايه الشيري، يعني واش تستقام يعني الجزائري. الجزائر ما عادش قادر يشري السياره، راكو بكري السياره في متناول، اي باش يخلص 300 ألف 400 ألف، و السيارة زا صابا تسوز جملين و 600، قادر يشريها نورمال، يقتصد و يشريها، و لا ريتمو كان تسوى 3 ملايين و زيادة 3 ملايين و 500، فوالا. اليوم الوضع راهو صعيب بالبزاف، و السيارة تشيري اللي نزيدو نكررو باش الناس تعرف باش ما نقولك ما على بالناش، سيارة شيري راهي السيارة كان قالك عاود حطلنا بينا بلي راهي لما أمنوش قل بلي راهي سيارة شيري راهي سيارة نص 50% إسرائيلي و50% شينوي. هاي يا خويا ما كاش كيما يعني
تقارير الدولية. هايست عالي، الناس تتأكد اللي مازال عنده الشك، اللي مازال عنده الشك قولوا اتفضل است، اتفضل شوف مليح، شوف مليح شو يقول لك. كوروس اوتو كو ال تي دي ان شنوا هذا اي كونستركتور اوتوموبيل سينو اسرائيلي بازي ا شانغهاي ان شين فيليال دي جروب شينوا شيري اي اسرائيلي كنو هولدينغ ال تي دي كي ديتيان شاكا لا مارك ا 50%. Puis Quenon annonce en 2018 qu'un investisseur chinois lié au groupe Baonang avait acheté une participation de 51% dans sa filiale déficitaire, ce qui fait bondir Quenon de près de 30% à la bourse de Tel Aviv. La société a été fondée en décembre 2007 sous le nom de Shelly Quantum Automobile Corporation. Le nom a été changé pour Koros Auto Co. Ltd. en novembre 2011. L'investissement de départ fut de 1 milliard et demi de dollars. واش تحبوا تزيدوا اكثر من هذا؟ واش تحبوا اكثر من هاد؟ دي يعني لك كل ما بغيت. دونك فيليال دي جروب شينوا شيلي اي زانيان كنو هولدينغ كي ديتيان شاكن لا مارك 50% 50-50 دراهم يتشرو بهم شيري 50% يروح لإسرائيل و 50% يروح لشيري. الأمور واضحة وحنا نقول لك ما على باليش سيرتو با بون شعب ما عندك ما تلوم فيه اي جيب له قول له عندك شيري ولا تمشي على رجليك يقول له هات لي شيري فوالا ما شكون تكون جماله شكون اللي متوسط لانه ما كانش حاجه دخل الجزائر ما فيهاش تشيبا ما كان جينيرال موراها وخاصه هذه تاع الشناوه ولا تراك ولا تبون وجماعته راه مع ديما تسمهم دونك موضوع شيري واضح وضوح الشمس. نعديو الى موضوع المسيره ليوم الاحد المسيره الدوليه للشعوب الامازيغيه اللي وجهوا نداء من اجل تنظيمها عده شخصيات وعده منظمات امازيغيه. بعد الجنجل نشوفوا التفاصيل. الله اكبر، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.